ما عرفتش كيفاش باش نقدمك، ما نعرفش نقول، معناتها نحب هكا نقعد نغزر عاشقة وكها وتوفيق جبالي مرحبا. حرام راهو يزي حرام، استغفر الله، شبيك تكذب؟ استغفر الله العظيم. نحبك كي بابا سي توفيق. يا ربي فضلك، نعرف نعرف، انتوما كلكم بناتي محسوب. شنحويلك؟ سي بيان. شنو معقول معناها انت بديت تسجل؟ اي سي نو اسي بالحق، لا ما يزيد نرد بالي على التو. بالعكس حبكش ترد بالك. لا انا راني تقولي سافا دومور ايغال، نتصور روحي هكاك معناها. اي مي دومور ايغال قال الاخر كيفاش قال؟ يا شو اسمه، يا جبل ما يهزك ريح، يا جبل ما يهزك، يا جبالي ما يهزك ريح. يا جبالي ما يهزك، يا جبل حلوة حلوة. اسمعني رؤوف بن عمر، عندي سؤال ديما نسأله، مع شكون كنت تتمنى تتحصر في الكونفينمون؟ ونحل اللعب، معناتها عندك الحق تختار ان بيرسوناج هيستوريك دي باسي، اختار توفيق جبالي ومن بعد قال لي ميريل ستريب انتخ لي دو مون كور. وانا نلوي العصا في يد صديقي رؤوف بن عمر، كما قلت لك كما لمحت قبل، انا ورؤوف ثم شرط واحد، تبدا معانا ميريل ستريب وكاو والسلام. ولو ميريل ستريب راهو اسم رمز مش لازم هي او ما يعوضها، معناتها خاطر تو ميريل ستريب بون سافا كوا. هي لا ديزاني او كونتور، شكون اخر بربي توفيق جبالي؟ او ما يقابلها في ما يقابلها، اعطيني اسم اخر دون اكتريس اللي تعجبك. لا ما نحصلش كيما رؤوف انا، لا. هي نعمه ربي، نعمه ربي لا ترد، نعمه ربي لا ترد. باه احكي لي اخويا، ما فماش ميري ستريب هاك وحدك توا؟ لا ضروري انا ورؤوف راس با فريمون يعني نيسيسير، مي ميري ستريب او حاجه، ما اذا كان مش هي ولد كاش قال في لا فونتين، شكون اذا كان مش انت ولد عمك، واذا كان مش ولد عمك ولد عمك معناها بنت. اذا كان مش ولد عمك زينب فرحات اللي هي مع شكون قضيه الكونفينمون تاعك، احكي لنا كيفاش تعدى هالشهر. قلت لك انا ما يقلقنيش، بالعكس انا سعيد جدا بهالشهر. ايه بهالكونفينمون ميم بلوس، حتى يزيد طويل ما يخلقنيش، لانه فيها راحه، فيها راحه ماديه وادبيه، ماديه مش فلوس معناها، انه الشيء اللي كان معكر لك مزاجك ومعكر لك حياتك ما عادش باتصال به مباشر. هاي انا ماذا بيا ما بعد الكورونا يتخلقوا افات جديده واوبئه جديده باش يمنعونا على بعضنا، وهذا نشكر كل السلطات الجهويه والمحليه اللي قائمه بهالدور هذا، مش ديما قائمه خاطر ساعات ثم بعض المناطق متمردين، اما يلزم شويه حسم في تطبيق الاقصاء المتبادل. وافات من انا نوع سامحني، عندك شك شيء افات؟ افات ثاني عندنا توا، مانيش هكا امبليسيت الاقصاء شنو قال افات، ماذا بينا تجينا افات اخرى وأوبئة أخرى تمنعنا على بعضنا، هذا هو. أما نتقابل مثلاً في الماء هكا به. أنا يعجبني ونهاري كامل، نهاري قصير، يومياتي قصيرة ياسر، لأنه نقضيها في جميع الأنشطة اللي تصورها. أنا نحب البريكولاج أولاً، أنت بريكول ضوء دهينة جنينة كل شيء، دونك عندي كانكايري يحل بالسرقة دونك نشيله، سكر المدة اللي سكروا له المدة الأخرى وبعد عاود حل، دونك نوسق من عنده دهن سورنيفيس شينيول، معناتها تصور أنا هكا وتصلح، ثم مشاهدة، ثم بعض المطالعة، واللي تجي في الدرجة الأخرانية الكتابة. ما عينيش باش نكتب بالحق، ما نحبش، ما عندي منقول، ما عندي منقول. لا هذه خير. نعم لا ما عندي منقول الدنيا بالحق. لا عندي منقول في مجال اخر، اما لازق بالاحداث ما عندي منقول. مش لازم لازق، قاعد نستهلك. اكتب يا طارق. قاعد نستهلك الحدث، نستهلك فيه، نعيشه، نستمتع به،
متأقلم معه بالطبيعة لأنه أنا من أصلي محبش الخلط الفاسدة وكهو معناها ما تقولي تتفرج أنا نتصور أنه سوق الكتيبة بتاع المناسبة هذه مش الناس شوية كما كتبوا ياسر على الثورة مش يكتبوا على الكورونا ولذا سفا معناتها ثم ناس مؤهلين أكثر مش يكتبوا على الحدث هذا من شخصي متواضع. أنا في عندي أهداف أخرى شخصية قد لا تهم المجموعة. لا تهم ولا تهم كل شيء. لا قد لا أنا قلت قد لا تهم. به أحكي لي فيه. قد لا شنو فيش؟ تتفرج قلت لي تستاهلك تتفرج. نتفرج في نتفليكس مانيش ياسر أنا هكا مغروم. عدل على نتفليكس شفت لا شفت بلاتفورم على نتفليكس فيلم عنيف ياسر عملوا فيلم اسباني شو اسمه هو مخرج اسباني جالدير كلكو شوز جاستيلو وروسيا ولا روسيا عنف تو مثلا كي نحكيو على العنف هذا فيلم عنيف ياسر ومبالغ في العنف عاش كان شفت ولا بلاتفورم هذه بانية فيها تقان من الأعلى إلى الأسفل وفيها وجبات غذائية فيها 50 طاق ولا 100 طاق وحطوا كل شيء أعلى أغلى الأشياء أغلاها حطوها وهي تبدأ عندهم توقيت الطاق الأولاني اللي تحته اللي تحته اللي تحته وحتى يفضل حتى شيء للطاق الأسفل طبقات يعني ثلاث طبقات الطبقية اللي في موجودة في الدنيا والفيلم عنيف ساعات تقول عليه لهالدرجة ولكن العنف متاعه يتقرا مش نزوة متاع المخرج مثلاً ولا نزوة متاع يتقرا في العمق متاعه ويتقرا ومقبول ومقبول سيت فيلم دورور ديبوفانت معناها فيلم رعب فعلاً فيلم رعب ولكن الرعب هذاك نعم سليلا ثم قريت ان رومان اللي هو أثر فيه برشا اسمه كان سمعت به لو سكافاندر اي لو بابيون مانيفيك لو سيندروم الفرنساوي صحافي هو اوتوبيوغرافيك صحافي اسمه الكاتب اسمه جان دومينيك بوبي ولا هذا صار له حادث عمل اكسيدون سيريبرال ولا عاجز على التخاطب والكلام فمل الكتاب نتاعو يحكي فيه في الحاله نتاعو ملو بعينيه اكزاكتومون ترميش العينين يظهر لي عمري ما بكيت قد ما في قرايه الكتاب هذاك وخرجوا منه فيلم ما نعرفش كان شفت الفيلم لا ما شفتوش فيلم ان فري بيجو خلينا نرجعوا للتوينز توفيق شنو تقييمك للمسلسلات قاعد تفرج شويه ولا جمله شوف ما عنديش انا مانيش ما عبرت احمد سماوي ولا يطل علينا في داري دار كما اليوم صاحبك حبيبي راني نحبه سلم عليه يا عيني يا عيني الله الله هكا تو الشباب ولا يجمع فينا احنا وحدنا ما نشقوش نتصرفوا اما تبارك الله عليك ما هو عنده اجتماع زوم في البيت غادي وانت اجتماع زوم معايا انا بيان Je te mets l'écran comme le masque. C'est comme fait Abray et Jundik. Voilà, assistante, M'ta Assi Ahmed Dena. أنا قلت على الفكرة عبرت عليها تو نهارين مع سي هيثم المكي. شوف الحقيقة مش تحفظ خاطر زعما تربية ولا فكالية ولا مانيش معني بالصفة المباشرة. إنما أنا تهمني عندها الحالة العامة اللي موجود فيها هالشيء هذا هو الناس الكل مورطين مش خاطر هما وإحنا إحنا مورطين في الحالة متاع ثم انحلال اجتماعي وانحلال أخلاقي وانحلال فني والناس كل مشاركين فيه رئيسا وحكومة وشعبا فلذا نجمش تقول ما نعطيت مثال هو يركيك شوية قلت السلعة متاعنا الباهية خضرتنا الباهية والغلتنا الباهية هذه كان عملوها للوسق موسقوها
الش يقعد في الغلة هذيك سقاطة وسقاطة درجات أو كسقاطة في المرسى وبعد سقاطة في منزه وبعد سقاطة في سيدي البحري أما هو كلها في رمتها سقاطة باه كيف إحنا عنا هالوضع هذا الخضار شنو ذنبه الخضار هو يبيع في شيء اللي عنده القاه موجود متوفر شنو جنبه ذنبه الكاتب ولا المخرج ولا الممثل هذيك الشيء السلعة اللي لقاها قدامه يخدم بها ولذا الحالة هذه مستعصية ما هوش أنا نحبهم رأوا الناس كل يخدموا نحترمهم وقدرهم ونعزهم بالباهي بالخايب مش هذا الموضوع موضوع أخطر موضوع عقد مش أخطر منك عقد منك ما فماش حل آخر في الساعة الحاضرة بيمول في كلامك توفيق تو الناس كل تعرف اللي ليكيب مثلا الناجحة دوبي دو زون اللي حد ما ينجم يشكك في التالون والبهارة هما ياسمين ديميسي وعزيز جبالي وعبد الحميد بوشناق اللي متقايدين عليك معناتها كل مرة يشكروك ويقولوا احنا مدرسة توفيق جبالي وهو اللي علمنا وهو اللي طلعنا وهو يا كمان دون ليسبوار في الرداء والوسقات اللي تحكي عليها أنا من عمري ما تنكرت لهؤلاء ولغيرهم وثم ممثلين مهمين ياسر في جميع الأطراح اللي قاعدة تتعدى مش هذا موضوع موضوع بالعكس فخور بيهم وبعبد الحميد وبعاصم التهامي وفخور فخوش معناها فخور هذاك الإناء اللي هم فيه الإناء الذهني الإناء الاجتماعي مجبور هو حتى اللي ما يعجبك شيء شيء تقول ما يعجبنيش هو رداء رداء مش هي بفعله هو هو هذاك المتاح هو مجبور يكون غادي لأنه العكس العكس هو اللي سعيد أنت جرب كون عبقري جرب التجربة قول أنا عبقري ما يصلح شيء ما يصلح لك شيء ما تصلح لك شيء العبقرية اللي هو ما تصلح لك توفيق انت يا يا لا كوربسيون اسمعني ثم لا كوربسيون دو بار لانفيرونمون لانفيرونمون بوس لا كوربسيون شو معناتها كوربسيون عندي افكار نحب نعملها وما نعملهاش عندي اتقان نحب نعمله وما نعملوش نقول بربي انا توا قاعد نعبقر نعطيك مثال شوقي المجري مخرج قبل كثير الخساره الكبيره اللي صار شوقي المجري أول سيناريو قدمه في حياته للتلفزة التونسية رفضته ردي جاء قعد هوني طلفح مدة جاء سي فتحي الهداوي مشكورا وهزوا معه لسوريا معنا فهمت قصدي الوضع هو اللي حتم الوضع أنا منلوم حتى مخرج ولا حتى نرجع لجكون نوصلوا للسؤال الموالي اللي هو تا بوزيسيون أتو في المسرح نجاح معناتها سي ان tu es un des plus grands noms du théâtre tunisien متفهمين لا لي ديالوج لي دي انا قلت اي ما je suis pas la seule لي ديالوج دو certains films كيف كيف حفاوين وعزيزك انت كتبتهم باغ كونتر تلفزا عمرنا ما ريميك ونتصور اقترح عليك برشا حاجات ورفض دونك ما حبيتش تدخل في الميناء هذاك ماهوش اولا ساعه ماهوش مهنتي ما نتعلقش على حاجة ما نفهمهاش ثانيا نعم التمثيل مانيش مهني أنا نكتب للتلفزة والسينما وما ما ثم نقلة أخرى يزمني علامة يزمني علامة مش هذا راهو مش ثم شكون باش يجي يمنع الوضع شكون باش يجي يمنع مش هذا خاطر وقتها تولي ظلمنا الناس اللي قاعدين هما ينجوا ويغامروا مش هذا احنا هوني وما غادي احنا الباهين ما ندخلوش باش نصلحوا الوضع الوضع ما يتصلحش الوضع مش بيتصلح خاطر البنيه اساسها هو هكاك معمول ما ثماش تصليح اش ثم الهدان واعاده البناء شكون باش يقوم بشيء هذا مش المخرج ولا الممثل ولا السيناريست ولا انا ولا انت مشروع حضاري كامل باش كان باش يصير ما كانش هنا قاعدين متهنين توفى الفوعة بتاع رمضان نرجعوا خيال والناس كل كيف أشلتني هكا ولا وهذا هو هذا تريست
خاطر غالط راهو كنا نحسبه ثم ناس البهين هكا البرة والخايبين الداخل غالط ويهني يقول احنا خير منهم مناش خير منهم احنا هاوكا peut-être que le théâtre est moins corrompu quoique اليوم الكوربسيون زاد دخلت في التياترو خاطر تشوف انت زيد وعمر اللي ذكرتهم انت هذوما اقليه ويمثلوا كان انفسهم هاوكا الاخرين زاد الكوربسيون مش ما تبارك الله اللي هي تتماشى مع المناخ العام مقبوله عند القبول وكبارات الحومه قال الاخر موجودين غادي الكبارات الحومه مش منهم مضطر انسان مضطر يدافع على روحه بالنجم. On pourrait t'écouter pendant des heures. Tawfiq, inchallah, n'aoudouha ou n'a. Je n'ai pas l'air que là. Tu es finalement, vraiment, mon tout premier début, mes débuts dans le métier, c'était avec toi. Oui. Un petit souvenir, une anecdote. Je me souviens que tu es en train de faire une loge. Tahte le table de maquillage. Tahte le table de maquillage. C'était un moment magnifique. En histoire, tu as fait un contexte de la guerre de l'Irak, et tu as fait un festival avec l'hystérie de la Jumhur, ou le démarrage du spectacle, à ce moment de pureté, de bara ou quel chèque, tu as fait le spectacle. Voilà. Mais tu as fait le spectacle. رجعت كي روحت من فرنسا ما عادش كنت فكر عام 2001 نعم رجعت سوفنير توفيق ما عادش كنت تفكر كنا نبرفو في التياترو انا وشكرا رميح وزهره زموري وعطف بن حسين 2001 سيتي تا تروب دو ليبوك وانا قاعدين سور سين وصبري العطروسي طلع علينا من اللوج فوق ويقول يا جماعه يا جماعه ضربوا نيويورك ضربوا نيويورك سيتي لو 11 سبتمبر 2001 في اللوج نتفرجوا تتفكرها لحظة وي نتذكر اللي ثم ممثل كان موجود معنا ما نسميهش فرح عبر فرحته وانا طردته من البروفة اوبس كنت تتذكر ولا قال لي ايه محلاها فيهم بعد ما تفرج في التصاور قال محلاها فيهم قلت له انت ما تنجمش تكون معنا في المسرحية اخرج قد ما أقول لك مرسي وشوية قد ما أقول لك أنا وشوية وقد ما أقول لك يعيشك أتخي بيانتو أبيانتو سلمي على الغادي يا جماعة يبلغ بوسهولي يبلغ مرسي توفيق تشاو تشاو